مباشرة مشاهدينا في كل مكان لأهم الأخبار في السوق الرياضية المختلفة لعشاق الرياضة والمستديرة الخضراء. داخل الاستوديو معنا صحفي رياضي محمد عوض. أهلا ومرحبا بك محمد، صباح الخير عليك. الحمد حبيكم، لله على السلامة، طولت منور الغيبة. حياك كثيرة وكل سنة وأنت طيب. كل عام وأنتم بخير، ومرحبا بمشاهدين الشروق، أهلا بك، صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا، مشرف معنا اليوم صباحا. والأحداث الرياضية في السودان تبدو في تعقد أو في تعقيد، لأنه ما بين السلطات الصحية والجهات الصحية التي قررت بعدم استئناف النشاط الرياضي حتى يعني تتم رؤية واضحة جدا لتلافي عملية جائحة كورونا ومدى انتشارها داخل الأندية، والاتحاد اللي قرر أنه يستأنف النشاط الرياضي بقيادة الشداد تحت احترازات صحية كاملة، وتم فحص بالنسبة للاعبين، وكمان في دعم وحتى حددت طريقة التلعيب أو التجميع. تكلم عن الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد السوداني، يعني كيف خرج في برأيك؟ يعني والله حقيقة يعني بالأمس انعقد اجتماع هام جدا لمجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بقيادة البروفيسور كمال شداد وأعضاء الاتحاد، وخرج يعني بأشياء إيجابية. أول حاجة نحن هم نقول الاتحاد انتصر على وزارة الشباب والرياضة أو وزيرة الشباب والرياضة ولا البوشي، ولكن الاتحاد يعني اتبع البروتوكول المعروف في جائحة الكورونا في فحص أول كان للاعبي الدوري الممتاز، عمل من عن طريق وزارة الصحة في حالات كانت سلبية لعدد من الأندية في الهلال والمريخ ونادي توتي. بعد ذاك تاني أعيد الفحص من جديد بمستشفى عليا، وطلعت إيجابية. فحقيقة كان في تضارب كبير جدا، ده أنا بفتكره كان أس المشكلة في الفترة الماضية. برضو يعني القرار الوزير بأنه إيقاف النشاط الرياضي برضو كان عنده أثر سالب جدا من قبل كل الرياضيين، ومعروف يعني انه حتى البلدان التي يعني اجتاحتها جائحة كورونا في الدول الأوروبية بنسبة عالية جدا الدوري بتاعها استمر، البطولة وأخذت الأوروبية تحوطاتها. نعم عملت تحوطات كبيرة جدا، عدم دخول الجماهير، فحص اللاعبين والمدربين والجهاز الإداري اللي بيكونوا في المباراة قبل 24 ساعة أو 48 ساعة، والغرض بيكون من واستمرت لجنة الطوارئ والرياضة دائما، استمرت. يعني ما نعم بيكون من جهة ثانية. نعم الرياضة استمرت بشكل جيد جدا يعني. فأفتكر بأنه يعني في تراجع من قبل وزارة الشباب والرياضة بأنه البيان الصحفي طلع بالأمس، اعتقد بانه يعني في التراجع كبير، بانه يعني الناس حتتبع البروتوكول المعروف من قبل وزارة الصحة، والنشاط حيستأنف في مواعيده في 15 اغسطس. الأندية تمارس التدريبات بشكل طبيعي جدا، كل أندية الممتاز. فافتكر انه يعني لا 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 يعني نقول انه المشكلة انتهت، والدوري الممتاز حيرجع كما هو. نعم، رغم الحديث عن استمرار تعليق النشاط الرياضي، الا انه يعني اللجنه المنظمه بتواصل الترتيبات لاستئناف النشاط زي ما قلنا. طيب الدوري على الابواب، لكن يا محمد يمكن الاعداد ضعيف للدوري، يعني وكيف ممكن نقدر يعني تقدر الانديه انها تمضي قدما في المنافسه؟ والله معروف يعني الاعداد ضعيف، الانديه ما عندها موارد، الانديه يعني بتقول يعني انها خلاص يعني بقت فغيرة والله صراحة. بسبب نعم الوقت. حتى أندية هلال المريخ بتعاني معاناة شديدة، في اللاعبين بيعانوا من المرتبات، موظفين في الأندية بيعانوا بشكل كبير جدا. يعني عندك بالأمس يعني في إنه يعني العمال والموظفين في نادي الهلال يعني مرتب سنة ما أخذوا. فأفتكر يعني دي حاجات يعني مؤثرة جدا، العامل النفسي مهم. نعم بشكل كبير جدا. أما الأندية الوسط وأندية الولايات بشكل كبير يعني كان حكوماتها بتدعمها، لكن ما في دعم صراحة، كلها وعود.
الحالة الاقتصادية ذاتها اللي بتمر بها البلاد الحالية حاليا يعني أثرت بشكل كبير جدا في 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 الدعم المالي لهذه الأندية. لكن إعداد في إعداد أندية بدأ في قبل أسبوع، وفي إعداد أندية ما بدأ حتى الآن، مع إنه المنافسة فضلها زي 3 أو 4 يوم. فافتكر الضائقه الماليه دي مشكله كبيره جدا. مصر. الاتحاد وعد بانه يعني الدعم بتاع الفيفا بعد يجي هيتقسم مناصفه مع الانديه، لكن برضه يعني صراحه يعني لا 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 اليوم الصباح يعني في مشكله كبيره جدا في التحويلات البنكيه. في انديه كثيره جدا ما عندها حسابات في البنوك، لانه الاتحاد التزم بانه يعني اي نادي حيرسلوا له امواله في حسابه الخاص وما بعضك يصرف الناس. نعم. فافتكر يعني ما في احترافيه ذاته من الانديه. انت نادي تلعب في الدرجه الممتازه، يعني ما يكون عندك حساب جاري في البنك. اها محمد، ذاته الحماس بتاع الدوري الممتاز ما زي زمان، لانه زمان كان في رعايات، لكن الان قد ما يكون التسابق ذاته من اجل البقاء فقط في الدوري الممتاز، عشان الواحد يتحصل برضه على نقطته سواء كان في دوري الكونفدراليه او ابطال افريقيا. لكن نشوف برضه من زاويه شوف اخرى، قبل الاجتماع اللي الامس كان في الاجتماع بتاع وزيره الشباب والرياضه مع بعض الاعضاء من الانديه، واللي هو استنكروا تماما شداد استنكر انه كيف يتم اجتماع او اعضاء من انديه مع الوزير، المفروض يتم الاجتماع مع الاتحاد العام، وده الامر اللي يعني اخذ سيل كبير جدا من الانتقادات، واللي هو كان نقاط الخلاف ما بين الوزير وشداد. نعم، في انديه مطالبه بانه الدوري يتلغي لأسباب كثيرة، يعني منها الأسباب المالية بقيادة يعني أحد أندية القمة، اجتمعوا معهم ثاني 6 أندية مع الوزيرة، وزي ما قالوا يعني القصة شربكت بشكل كبير جدا. في أندية ما دايرة تلعب، في أندية يعني هي منافسة على الهبوط دايرة تستثمر. لا وهم لا لا. انه نعم الدوري يتلغي. نعم. على اساس انه ثاني يكون الترتيب من اول جديد. نعم. فافتكر يعني ده كله يعني لعب يعني ما فير. وشداد هدد تلك الانديه بانه يعني حيرسل للفيفا، حيكون في حيقول لهم في تدخل سياسي في كره القدم ويخسي هذه الانديه. يعني حتى يعني رجل عارف بالقانون ومن افضل 100 شخصيه رياضيه في العالم. يعني الناس ما تستهين بكلامه في الفتره الماضيه، لكن صراحه انا افتكر بانه يعني الانديه دي ما عندها الحق تجتمع مع الوزيره. وده ما اكدناه وامس. نعم. ايضا من خلال الحوار مع استاذ سالم سعيد، لكن انا ده كان مدخل لسؤال، لانه في حال تم استئناف النشاط الرياضي او الدوري الممتاز كان في تخوفات كبيره حتى عدم استمرار النشاط، لانه خايفين انه نتائج اللاعبين جراء الفحص انه تكون ايجابيه. كيف حيتم اللعب؟ هل بنظام التجميع كما كان من قبل في دوري النخبه، ولا حيتم برضو السفر ذهاب واياب من لا الأندية؟ المباريات المتبقيه في الدوري الممتاز حتتلعب كلها في الخرطوم. والاتحاد بالامس حدد الاستادات، استاد الهلال، استاد الخرطوم، دار الرياضه ام درمان، دي حتكون حتى استاد المريخ حيستضيفوا تلك المباريات. فاعتقد بانه يعني الاتحاد يعني هو فكرته في انه يتم الدوري في الخرطوم فكره ايجابيه، لانه معروف انه مشاكل السفر في الولايات هذه الايام يعني صعبه جدا، اغلاق لا 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 الخرطوم وعدد من الولايات برضو يعني بأثر عندنا في الولاية الشمالية، يعني أهلي مروي المنطقة الشمالية مغلقة الآن. ربما يعني في القضارف والسودان برضو مغلقة. يعني فكرة الاتحاد أنه التجمع في الخرطوم يعني فكرة إيجابية جدا، والأندية يعني كلها يعني تقريبا يعني جات الخرطوم عادة تقريبا
عدد من الأندية، حي العرب في بيعمل معسكر متميز جدا في مدني، عندنا الوادي نيالة، مريخ الفاشر، هلال الفاشر، الخرطوم الوطني، كلهم يعني متجمعين حاليا. لكن يبقى الصراع مع الزمن انه نعم. كيف تخلص او يخلص الدوري الممتاز عشان في بطولات اخرى منتظره ومنتظرين الترشيحات. والله حيلعب يعني كل 3 أو 4 أيام هيكون في لعب ضاغط. هسه المباراة حتبدأ يوم 17 بالمباريات المؤجلة من الدورة الأولى، حتنتهي تقريبا في 3 أو 4 يوم، بعد ذاك يبدو الأسابيع المتبقية للدوري. أفتكر إنه الفكرة جيدة جدا من الاتحاد السوداني بنظام، أفتكر بعقلية كبيرة جدا برياضة ما يدخل شوية الفكرة. نعم شدات، وإلى الآن ما تأخرت، إلى الآن يعني الفحوصات بتاعت الأندية إلى يوم أمس كلها جارية، كلها بشكل جيد، ما في اي حاله كورونا لكل لاعبي الانديه ولكل الاداريين في الانديه وحتى ما المدربين، في ما في اي حاله. رغم انه حصل التباس زي ما ذكرت كبير في نعم نعم فريق دوتي، لكن يعني دي في الفحص الاول، في الاول من وزاره، واخذ وقت من يعني الوزاره وقت يعني كبير جدا. نعم. يعني بعد ما الفحص الاول ظهرت النتيجه السلبيه. نعم. اخذ وقت وبداوا استئناف نشاط التمارين وغيره، طلعت اوراق ثانيه جديده وفيها اسماء مختلطه باحتمال انه هو يظهر حالات كورونا ثاني تم ينفع. فانا محتاج تخلي انه المصداقيه مهمه في حته زي دي. نعم الشفافيه مهمه. نعم نعم انت لو دارت تلغي دوري ما بتلغي بالطريقه دي يا جماعه، بحاجه ثانيه. يعني نعم الاوروبيين البطوله الاوروبيه شغاله، مباراه واحده الناس الليله باريس سان جيرمان حيلعب في مع اتلانتا في البرتغال، مباراه برشلونه في الفتره الماضيه وريال مدريد ومانشستر، الناس يعني يلا ماشيه بسيستم معين ونظام معين. نعم. هنا على ذكر انه الدوري في دوري اوروبا شغال وكذا، خلينا نخوض في بعض الاخبار، خلاص نتجاوز نعم. النقطه دي. ومن يمكن من الاخبار جمال خشارم، يعني استمرار المدرسه التونسيه في المريخ. والله حقيقه انا بعتبر انه المريخ يعني في الفتره اللي فاتت يعني في تعدد من المدربين، لكن في مشكله كبيره جدا بانه المدرب الشاب التونسي ايضا الماضي المسلمي، هو يعني مدرب شاب لكن حصلت عليه وحصل له مشاكل كثيره في المريخ. فافتكر انه مجلس المريخ قرر بانه يعني ينهي عقد هذا المدرب وياتي بمدرب جديد، هو جمال خشارم. جمال خشارم معروف يعني كان لاعب في حتى في بدايه الالفينات في نادي الصفاقسي، ولج التدريب في عمر صغير جدا، عمل مساعد في نادي الصفاقسي، عمل مع نيبوشا المدرب المعروف، درب قبل كده الزمالك، درب الفيصل الأردني، عنده تاريخ متميز جدا. هو مدرب يعني حتى الصحفيين التوانسة بيقول لك انه هو مدرب يعني طموحه يعني اكبر بكثير جدا بانه يعني يمشي في عالم التدريب. ومعروف انه التوانسة ناس صراحة يعني مدربين في الجانب التكتيكي والفني يعني مستواهم عالي جدا، عمليين حتى جدا. نعم حتى لو قارنا انه الكوكي في فترة من الفترات على الرغم انه يعني عدد كبير جدا من جماهير الهلال صحيح. ما بتحبه، لكن على مستوى النتائج الافريقية خارجيا حقق نتائج متميزة جدا، ابرز يعني مباراة مازيمبي في 2015 صحيح. عمل تكتيك على مستوى عالي جدا في هذه المباراة. جمال خشارم مدرب جديد وشاب وصل أول أمس، بالأمس واصل تدريباته مع المريخ بشكل طبيعي جدا، ونتمنى أنه يعني يستمر هذا المدرب وتحت الفرصة. يعني الوضع في المريخ هل بيسمح ب يعني والله إدارات الأندية أنا قلت لك في بداية الحلقة بأنه إدارات الأندية دي من هلال مريخ لحد آخر نادي في الدرجة الممتازة حاليا عندها اشكاليه ماليه. معروف انه المدربين المدرب ذاته عنده طموح زي جمال خشار، انه مثلا لو 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 شهرين ثلاثه ما ادوا مرتبه يعني ما حيقول حاجه، برضه عنده فهم في راسه بانه يعني يقدم المريخ في البطوله الحاليه، وهدفه يعني زي ما صرح بالامس انه يعني الفتره دي هي فتره اختباريه بالنسبه للاعبين المريخ، في الفترة الجاية يعني حيعمل بشكل جيد للبطولة الأفريقية، ده الهدف المعين للمدرب. لكن من الأزمة المالية
أزمة مالية في نعم كل الأندية في كل طبعا. الأندية حاليا، المدرب مدرب الهلال برضو يعني الفاتح النجر السوداني عنده ما يقارب الثمانية شهور ما صرف مرتب، يعني دي طيب دي مشكلة كبيرة، لكن نتمنى انه يعني نعتبرها باعتبار ان الوضع الراهن في البلاد نعم يعني نعم الظروف نعم عموما الناس تصبر كثير تصبر الناس تصبر بس نعم. طيب محمد عوض، لي سؤالين في واحد، ممكن نتناول الحاجة الأولى، قصة حكاية شنو السيرة المضروبة دي والأخبار اللي داخل مجلس نادي المريخ لأجهزة الصراع، خاصة خشانم وغيره من المدرب السابق، هل نادي المريخ هش لهذه الدرجة حتى أنه يتم اتهام بمدرب ومن ثم يثار أنه هو سيرته مضروبة؟ الحاجة الثانية أنه ليه نحن ما نستعين مدربين وطنيين؟ يعني إذا كان النجر هو ما أخذ مرتب 8 شهور، فالجانب دائما المدربين عندهم مرتباتهم لازم تجيهم في وقتها، بعد ذاك ما بيقعدوا فترة كذا، مجرد أنه الفريق يتغلب طوالي يتم الاستغناء عنه بهذه السرعة وتبقى عنده متأخرات يعني. والله أول حاجة القصة بتاعت التزوير بتاع الشهادات بأنه يعني ضربت مثل بنادي كبير زي المريخ بيجيبوا مدرب، أول حاجة بقول لك يا أخي المدرب ده نحن جايبينه مثلا درب في، قالوا الأمين المسلم ده درب في المراحل السنية لريال مدريد، درب في إسباير، كويس؟ أنت قبل ما تجيب المدرب بتعرف إنه لا 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 بتعمل لا أيوه بتبحث عن المدرب يعني حتى بتسأل عنه. أيوه فافتكر يعني انه وساطة. نعم يعني والله حقيقة ما في توافق ما في توافق من رئيس النادي الى اصغر اداري في النادي، ما في توافق. وانا افتكر انه التعاقدات بتاعت الاندية السودانية على مستوى القمة لا تتم عبر مسؤولين معينين في النادي، مسؤولين في 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 الجانب الاختصاصي على المستوى المحترفين على مستوى المدربين، ناس متخصصين في التعاقدات دي ما بتتم استشارة. الرئيس النادي بيقول يا أخي داير المدرب ده، خلاص المدرب ده أول وكيل أول وكلة برضو بيلعبوا دور أساسي في القصة دي، بيجيبوا المدربين بتاعينهم يا أخي والله المدرب ده يا أخي أحسن لك من إنك تجيب جارزيتو بمبلغ 20,000 دولار، ده بياخد لك 2,000 دولار. ترجع لنقطة المادة نعم جديد. لكن المردود بقد يكون ما إيجابي يعني. نعم 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 في كثير منها إلا 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 مصادفة يعني مصادفة يعني. لا انا افتكر بانه يعني لا 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 القصه بتاعت انه المسلم وطلع يعني كتب على صفحته بانه يعني هو انظلم بشكل كبير جدا، فيعني دي مشكله كبيره جدا يعني. انت كنادي كبير جيب يا اخي جيب لك حتى المسلم ده لو عنده شهادات يعني ابرزها. طيب ما في انت بتتعاقد معاه يعني أه. يعني خلاص انا بقول لك يا اخي والله يا حمزه يا اخي انا هشتغل معاك في الفريق ده، ما بشتغل معك ب10، بشتغل معك ب1,000 دولار بس. أه. بالنسبه لك انت كرئيس نادي احسن لك ماديا يعني ماديا قليل نعم. لكن لازم تبحث عنه يعني نعم لازم تبحث عنه طيب يعني طيب بس نمر سريعا نعم. يعني معلش يا محمد عوض، يعني كان بالمقال ممكن يكون في مدربين وطنيين ويسرعوا خاصة نكون مدركين لأهمية الفترة، خاصة الفترة اللي بنعيشها الآن أزمة اقتصادية، ممكن يقدموا كمان من روحهم الوطنية. والله يعني انا ما اقدر اظلم لك المدرب السوداني يعني في مدربين يعني قليل جدا، لكن قليل جدا من المدربين السودانيين عندهم الطموح، لكن انديه القمه ما بتتيح لهم الفرصه دي مشكله كبيره جدا. حتى المدرب السوداني يعني طموحه ما كبير في التدريب، طموحه يدرب بس هلال المريخ يعني. هسه بنلقى عدد كبير جدا من المدربين السودانيين يعني ماخذين بس الشهاده A وB وC الافريقيه تدريب في الاتحاد السوداني هنا، حتى ما طوروا نفسهم، مشوا برا اخذوا كورسات على مستوى عالي، ما قدروا ينافسوا على مستوى المنطقه شرق وسط افريقيا في تدريب الانديه، مع انه في عدد من المدربين في كينيا ويوغندا واثيوبيا الان بيدربوا في شرق وسط افريقيا، ده بدل على انه يعني مدربنا صراحه يعني داير تاهيل بشكل كبير. نعم نعم في زمن يعني ولا كنا ناخذ سؤال على الشاي. طيب سريعا على بال ما يرد لي على الشاي، المجلس الاستشاري استشاري للمجلس وليس للهلال.
والله دي طبعا مشكله كبيره جدا. استشاري للمجلس، وفي الفتره اللي فاتت في اخطاء من الهلال، يعني قالوا بانهم يعني هيدعموا الفتره دي. اليوم برضه في اجتماع هام جدا بين الكاردينال وشداد في انه يعني الكاردينال يستمر حتى نهايه الموسم. الاخبار المتسربه بانه الكاردينال يعني ما حيقدر الفتره الماضيه، لكن التزم ووعد بانه يعني حيدفع المرتبات اللاعبين والموظفين حتى نهايه الموسم. لو خشينا سريعا لابطال ابطال اوروبا، بنلقى الليله اهم مباراه بين باريس سان جيرمان واتلانتا. انا افتكر بانه يعني اتلانتا يعني فريق متميز جدا، ذكرنا بأياس قبل موسمين، اداء متميز جدا. بالمقابل باريس يزعى لانه يعني تاهل من هذه المباراه الوحيده. باريس خلال الفترات الماضيه ظل يعني لا 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 عبر ادارته يزعى بشكل كبير لانه ينال بطوله الابطال، لانه الفريق يعني فيه دعم مالي كبير جدا، فيه ابرز لاعبين بقياده نيمار. مبابي اليوم يعني احتمال بشكل كبير ما يلعب بعد الاصابه الاخيره، لكن حتكون يعني مباراه يعني متميزه جدا، ومباراه يعني انا افتكر حيكون فيها تكافؤ. ودي معركه الابطال خاصه للنيل بكاس دوري ابطال اوروبا. احنا مقدرين جدا يا محمد عوض على القراءات التحليليه، شكرا جزيلا، كتر خيرك. شكرا جزيلا.